السيدات والسادة، الفائز بالجائزة العالمية لفن عرض البيانات 2023 في القمة العالمية للحكومات هي السيدة لينزي بولتا. على ضوء ذلك نود أن ندعو صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي ليقدم الجائزة إلى الفائزة. السيدة والسادة، رحبوا معي بالسيدة لينزي بولتر لاستلام الجائزة. تهانينا للسيدة لينزي بولتر على هذه الجائزة، والشكر موصول مرة جديدة لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم الجائزة أو الفائزة بهذه الجائزة.